مثلا عملت الوقت، الوقت مش مكفي وانا متوتره جدا ومش بلحق وكده، كأني اتبارك في الوقت، هبتدي اهدى كده اقول طب ما انا فعلا بعمل مثلا حاجات كتير قوي، او لا هو انا هو في وقت برضو انا ضيعته في مكالمات والتليفونات ملهاش لازمه، الصبح بعملها بطول قوي في مكالمه ملهاش لازمه، او ببص على الفيسبوك بزياده، او مش لازم برنامجين اكل، يعني هو برنامج واحد حتى مش مهم، هو تسالي اه بس مش للدرجه لان ضغط عليا في حته تانية. طب النص ساعه دي كان ممكن اعمل بقى اكس، يا احضر اكل بكره، يا اوضب البيت، يا اعمل مكالمات بقى مهمه، يا يعني حاجات لها دعوه بالدين. فانا بيحصل لي وضوح، اول حاجه كل الرابط بيعمل كده وضوح، تاني حاجه بيحصل لي اعاده فكر في الموضوع، فببتدي ابقى اكثر افكارا تساعدني، مور كرييتيف، ببتدي مخي يجيب افكار تساعدني احل مشكلتي. هو ده اللي بيحصل، المشاعر بتبقى مشوشه، فالعقل الواعي اللي هو يعرف يجيب افكار ابداعيه وحلول ابداعيه ليا مش شغال. فانا لما بشيل المشاعر دي وهدي الدنيا، يبتدي بقى العقل التاني يقول لي انت لو عملتي كده يبقى كويس، او انت جايه على نفسك قوي، ده انت بتعملي وبتعملي 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 وبتعملي، فده كتير اصلا، فانت ليه عماله تشتكي ان انت ما بتعمليش كفايه؟ او اولوياتك، طب عايزه تبصي على اولوياتك تاني، بيحصل وضوح، بيحصل اعاده ترتيب، بيحصل اللي انا بقوله ده، فانا محتاجه اعمل ده عشان يحصل لي ده. في الغضب برضو بيحصل وضوح، اللي ممكن اشوف وجهه نظر انا ما كنتش شايفاها،